الله أبو سلطان، مرحبا بالجميع وبيض الله وجيهكم كلكم. يقول حياكم الله عند ابن ماضي كريم السبال، ترحيبة الواثين بالواثين والمخرج ملي، بقدوم ابن فهران راع الأول أنس الرجال اللي مشرفنا بوقفاته وذكره معتلي. حياك ربي يا طويل العمر يا ترم السبال، من بين ربعك وانت بوقفات مالك حلي، نورت حايل في قدومك وانت يا سبح يا سمح القبال، مجمل ربعك وطيب جبل لها من الولي، ويا مرحبا بك عد ملاحة براق الخيال، وفي شوفته للطيب والنماس همي ينجري، ويا عمي ويا عمي طيبكم مجمل على كل حال، ويا المطرف يحييك عد همان المنزل، وسامتكم وسامحونا على الصوت.